وعود المكتب الفدرالي عيفا ايضا. مدام داود تفضلي، يعطيك الصحة اللي تعشرف. يلا يا اسامة يلا. المسلك كان شويه صعيبه، كان فيه لي فوسكوات مع لي كوت كان شويه قاسح. الحمد لله يا ربي حنا درنا اللي علينا، والتعب تاعنا ما راحش هكذاك. نتمنى ان شاء الله باش نديروا ريزيطا ان شاء الله في البطوله الافريقيه ان شاء الله اللي راح تكون في المغرب. نخدم معها عوده عوده نسق معها نخدم معها عوده نخدم معها هيا بالجاي هيا احلف هيا هيا بالجاي كانت منافسة قوية جدا بفضل مجهودات التدريب وفضل المدرب الجامعي الحمجولة حصلت على هذه المرتبة. إن شاء الله نشارك في الجزائر في محافل دولية وبطولة الإفريقية والعالمية إن شاء الله.